بالشركة عاملين اليوم إفطار بالتعاون مع جمعية رعاية الأيتام في مدينة أريحة لـ 150 طفل. حملة فوريسي تعتبر من الحملات الجميلة والمميزة اللي كان لها هدف رئيسي أنه تهتم بالأطفال الأيتام ويدوي احتياجات الخاصة والأطفال اللي خلينا نقول في المناطق المهمشة. فحبينا كشركة المشروبات الوطنية أن نكون جزء من هذا النشاط العظيم يكون في راديو 24 أف أم. احنا دائما بنحب يكون الاثر اللي هو على المستفيدين اكثر ما يكون انه للاعلان لانه عن النشاط نفسه، بنحب يكون اثر ونشوف اثره على المستفيدين نفسهم ويكون هذا الاثر دائم ويحدث اثر ايجابي وتغيير ايجابي بالمجتمع. احنا الهدف انه نخليهم يخرجوا من الجو اللي هم موجودين فيه، يروحوا على بيئه جديده، يشوفوا يعني يدخلوا مطعم يمكن يكونوا حابين يدخلوا عليه بس فيش امكانيه لانهم يدخلوه، حابين نخليهم يغيروا الجو. اهم شغله النقطه عندنا، بتمنى الشركات الثانيه تحذو حذونا وتعمل هذه افطارات للايتام، وما تنسى المؤسسات اللي تعنى بالايتام وذوي الاحتياجات الخاصه والمؤسسات دور العجزه، وتقدم لهم المساعدات مش بس في رمضان، تكون على مدار السنه. احنا الجمعية تقوم على رعاية اكثر من 700 يتيم، هذا بالاضافة الى مئات الاسر المحتاجة والمعاقين. يعني هي حملة جيدة ممتازة، يعني هي تجمع الاطفال، تجمع الايتام، تحاول ان تساعد هذه الفئة المحرومة، تحاول ان تدخل السرور والبسمة على شفاههم رغم الالم والحصار، الا ان شعبنا بخير. نناشد شعبنا الطيب المعطاء أن يقدم لهذه المؤسسات وأن يقدم لهؤلاء الأيتام عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم فله أجر بكل شعرة مرت عليها يده. كويس. لعبة رموت. لعبة رموت. طيب على شو كل عام وانتم بخير وبالسلامه.